الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بين الحزن على ما فات والخوف مما سيأتي يعيش كثير من الناس وهم يعانون من القلق والتوتر، إما لأمر لم يقع بعد أو لأمر قد وقع بالفعل، وكلاهما لا يستدعي القلق ولا الخوف. ما حدث حدث لا تستطيع أن تغيره، وما لم يحدث لم يحدث بعد، فلماذا الخوف منه؟ ما مضى فات وما سيأتيك فأين، قم وانتهز الفرصة بين العدمين، كما يقول الإمام أمير المؤمنين في الشعر المنسوب إليه. ما مضى فات وما فات مات، كما يقول المثل، وما سيأتيك فأين، قم وانتهز الفرصة بين العدمين. الآن قم بما يجب عليك القيام به، لا تتوقف عن المحاولة، عن الإنجاز، عن العمل، عن العطاء، حزنا على ما فات ولا خوفا مما سيأتي. قبل أن يقع الشيء ربما نخشاه، مع عدم ثقتنا بأنه يقع، لكن إذا وقع لا تأثير لنا فيه. تقدر عقارب الساعة ترجعهم إلى الوراء وتغير ماضيك. فما لم يقع لا يجوز الخوف منه، وما وقع لا تأثير للقلق والخوف تغييره. وهذا ما فهمه أحد الناس وتخلص بسببه من القلق، وإليك قصته. كان اثنان من كانوا يقاومون النازية في ألمانيا، يعني كانوا يشتغلون ضد حكومة هتلر، وهتلر لم يكن يتسامح مع معارضيه، كان إما أن يقتل المعارضين أو يعتقل المعارضين. المهم ذولا كانوا من المقاومين لحكومة هتلر في ألمانيا. منظمة الجشتابو المعروفة اكتشفتهما وأودعتهما في السجن. واحد من عندهم كان كل وقته يقضي بالنوم، بينما الثاني كان قلق جدا، يقضي كل وقته يدعو ويصلي. الآن يدعو ويصلي ممتاز، لكن لا يستطيع أن ينام إلا بمقدار اللمم، لم يكن يأكل إلا شيء بسيط، ما كان يتمتع بأكله، ما كان يتمتع بشربه، بالنوم. ذات يوم سأل الذي كان على الدوام خائفا من المستقبل، شنو راح يصير، منظمة الجشتابو ما الذي تفعل بنا، شنو القرار اللي يتخذه القاضي، إعدام، تعذيب، خدمة إجبارية، نافي. هذا الرجل الخائف دائما، القلق دائما، سأل من الذي كان ينام، قال ليش أنت دائما نايم تتصرف هالشكل؟ قال شنو يعني، شلون أتصرف، شنو العيب اللي بي، شنو المشكلة اللي عندي؟ قال أنت تنام دائما، أنت مو قلق، أنت مو خايف. الرجل قال على شنو خايف، هل أكون قلقا على السجن وقد دخلنا؟ يعني واحد مثلا يخاف ليكون الشرطة يعتقلونه ظلما ويدعونه السجن، نحن الآن بالسجن، نحن هنا في داخل السجن، بعدين السجن مطعم بالمجان وفندق بالمجان وخدمات بالمجان، ما عدا الإهانة الموجودة في السجون والضيق الموجود في السجون. وإلا حقيقة السجن شنو؟ سجن مطعم بلاش وفندق بلاش
وخدمات بلاش. بعدين ما في علينا مسؤولية، هذا الرجل يقول، وليست علينا مسؤولية اجتماعية ولا مسؤولية تجاه عوائلنا وغيرهم، احنا بالسجن يجيبوننا الطعام بالمجان وننام وما حد يطلب من عندنا فلوس لنومنا هنا، ويقدموا لنا خدماتهم، فأنا على شنو ما أنام أكون قلق دائما؟ منطق سليم في بعض الموارد. نعم يجب أن نخاف من أعمالنا ونتائجها ونتوب مما فعلنا من المعاصي، وأن نكون قلقين من ارتكاب المعصية في المستقبل، وأن نستغفر ربنا دائما ونطلب منه الغفران لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. لكن خوف والانكماش على النفس والانعزال في داخل قوقعة الذات وعدم القيام بأي عمل، أن نعيش دائما حالة توتر وحالة قلق وخوف، هذا غير صحيح. وكذلك الحزن خاصة، وأن المؤمنين يؤمنون بأن الله معهم. إذا كنت إنسانا سليما في مواقفك، مؤمنا في نفسك، صالحا في عملك، لماذا تخاف؟ يقول الإمام علي سلام الله عليه: أقبح العي ضجر، ضجر قلق. هذا من الأشياء اللي تسوي الإنسان عاجز وما يقوم بأي عمل. لا يجوز الحزن على ما فات ما دمت قادرا على أن تعوض. حتى لو أن أحدنا مثلا هذا إنسان بريء، نعم لابد يحزن على عمله، ليش سوت هذا الشيء؟ زين باستطاعتك أن تذهب إليه وتعوض، تعتذر منه وتهب له هبة، تقدم له هدية كتعويض عما فعلت به. ما دام هنالك مجال للتعويض عن الشيء لا مجال للقلق. حتى المعاصي ما دمت قادرا على التوبة فإن عليك أن تتوب منها وانتهى، وكن واثقا من أن الله يغفر لك. وبالنسبة للمستقبل أيضا، أن تخاف من أن لا تنجح شيء جيد، بس بشرط أن تترجمه إلى نشاط وعمل وسعي واجتهاد حتى ما تفشل، لكن تعمل، مو أنه تترك العمل حزنا على ما فات أو خوفا مما هو آت. والسلام عليكم ورحمة الله.